هلو، ازيكم يا شباب؟ معاكم صفاء عماد، فرقة تالتة علاج طبيعي. هنكمل مع بعض الجزء التاني من محاضرة الكربوهيدرات. احنا خدنا مع بعض الجزء الأول واتكلمنا يعني ايه كربوهيدرات أصلا، خدنا الديفينيشن بتاعه واتكلمنا عن الكلاسيفيكيشن بتاعة الكربوهيدرات. قسمناها إلى مونوساكرايت ودايساكرايت وبوليساكرايت، وخدنا المونوساكرايت بالتفصيل وقسمناهم وعرفنا الأنواع كل واحد بالتفصيل وخدنا نبذة عنهم كده. المحاضرة دي بقى أو الجزء ده هنتكلم عن عنوانين تانيين برضو عن المونوساكرايد. أول حاجة، أول عنوان اللي هو الفيزيكال بروبرتيز أو في المونوساكرايد أو الكربوهيدرات، الخصائص الفيزيائية بتاعة المونوساكرايد. تاني حاجة هنتكلم عن المونوساكرايد ديريفاتيف، يعني مشتقات المونوساكرايد. يعني احنا خدنا المونوساكرايد دي عدلنا عليه تعديل فبقى مشتق منه. تمام، هنبتدي دلوقتي في أول جزء اللي هو او اول عنوان يعني اللي هو الفيزيكال بروبرتيز اوف الكربوهيدراتس او المونوساكرايد. في بس او جمله كده مكتوبه هي ملهاش علاقه بالباقي بس عايزين نعرفها ونحفظها، يعني اللي هي المونوساكرايد colorless crystalline and sweet. يعني هي المونوساكرايد بتكون ملهاش لون وكريستالات ومسكره. هنحفظها ازاي؟ تخيلوا معايا اللي هو السكر اللي في البيت. السكر في البيت لو بصيتوا عليه هتلاقوه حبات كده كريستالات مسكر وكالرلس، بيبقى لونه شفاف كده او لونه ابيض ملهوش لون. احنا السكر اللي في البيت ده اصلا سكروز، يعني داي سكرايت، ماشي؟ بس يعني مش مهم، احنا بس عايزين نحفظها. فنحفظها ازاي؟ ان احنا نفتكر شكل السكر بيكون ايه، كالرلس ملهوش لون كريستالين شبه الكريستالات ومسكر، ماشي؟ ان المونو سكرايتس اللي هي السكريات اللي هي الاحاديه اللي هي ايه، زي الجلوكوز والجالاكتوز والرايبوز وكده، دول كلهم مونوساكرايد، ماشي؟ دول بيكونوا colorless يعني ما لهمش لون، كريستالين شبه كريستالات، وسويت مسكرين، ماشي؟ طيب دي بس يعني ما لهاش علاقة بأي حاجة بعد كده هناخدها، ماشي؟ بس عايزاكم تحفظوها. تاني حاجة عندنا بقى الايزومرزم او الايزومرز. يعني ايه كلمة ايزومرز؟ يعني بالعربي المتشابهات او النظائر، يعني هي مركبات شبه بعض بس في نفس الوقت في حاجات بتختلف بينهم. طيب هما بيتشابهوا في ايه وبيختلفوا في ايه؟ هقول لكم بس هوريكم على مثال الاول. دلوقتي هنعتبر المكعبات دي هي اتومز، ماشي؟ الاتومز دي بتعمل لنا ستراكشر معين او موليكيولز معين. فاحنا هنعمل كذا موليكيول او كذا ستراكشر بالاتومز دي. كل موليكيول هتاخد نفس عدد الاتومز ونفس يعني ونفس الانواع. يعني دي في واحد مثلا كربون، واحد هيدروجين، واحد اكسجين، برضه ده واحد كربون، واحد هيدروجين، واحد اكسجين، يعني كلهم فيهم نفس العدد ونفس الايه ونفس نفس العدد ونفس انواع الاتومز، بس ترتيبهم او الديستريبيوشن بتاعتهم مختلفه. فادونا ايه؟ ادونا ايزومرز، يعني ده ايزومر لده وده ايزومر لده. دول ايزومرز، دول اسمهم متشابهات او نظائر، لانهم بيحتووا على نفس المولكيولز، نفس الاتومز سوري، ونفس عددهم بس بيختلفوا في الديستريبيوشن بتاعتهم او في ان هو ايه التوزيع بتاعهم بيختلف. تمام، يعني هنعتبر مثلا مثال، احنا دلوقتي عندنا مكونات لأكلة معينة، نفس المكونات بالظبط بنفس كميتها عملنا أكلة معينة، ونفس المكونات دي عملنا أكلة مختلفة. فهو نفس الشيء، احنا عندنا نفس الحاجة بنفس الكمية بس ترتيبها بقى وتوزيعها بيدينا حاجة مختلفة. فالحاجات المختلفة دي اللي هي اسمها الايزومرز، ماشي؟ يا رب تكونوا فهمتوا. فالايزومرز هي كومباوند عندها نفس الكيميكال فورميولا. يعني ايه نفس الكيميكال فورميولا؟ يعني نفس المجموعات بالظبط بنفس الاعداد، يعني عندنا نفس عدد الكربون، نفس عدد الهيدروجين، نفس عدد الاكسجين. الكيميكال فورميولا اللي هي دي اللي هي بتتكتب كده، اللي هو يعني عندنا دلوقتي 6 كربونات و12 هيدروجين و6 اكسجين. هما عندهم نفس العدد من الكربون والهيدروجين والاكسجين بس عندهم different structure او different in the distribution of one or more atom in the space. يعني ال structure بتاعتهم لما نيجي نرتبهم بيكون ال distribution بتاعت ال atoms هي المختلفة، فعلشان كده ادانا different molecules، ماشي؟ فدول بالنسبة لبعض اسمهم isomers، ماشي؟ فلما نيجي نقرأ ال isomers اللي هي compound have the same chemical formula but different in the distribution of one or more atom. مثال عليه اللي هي ايه، الجلوكوز والجالاكتوز والمانوز والفركتوز، دول كلهم ايزومرز، ماشي؟ بيقول لك بقى الايزومرز دي must have at least one asymmetric atom.
يعني لازم على الاقل الايزومر اللي يكون عندها على الاقل واحده اسيمتريك اتوم. يعني ايه بقى اصلا اسيمتريك اتوم؟ يعني كربونه ماسك فيها 4 حاجات مختلفه اسيمتريك. يعني بص دلوقتي دي كربونه ودي كربونه، ماشي، الكربونه دي ماسك فيها 4 هيدروجين، ماشي، فدي اسمها سيمتريكال كربون مش علينا، ماشي. دي بقى كربونه ماسك فيها هنا هيدروجين وهنا او اتش جروب وهنا كربون تانية وهنا نيتروجين، فدي ماسك فيها 4 حاجات مختلفة، فدي اسمها اسيمتريكال اتوم. طيب هسأل سؤال دلوقتي، مثلا لو مسحنا الكربون دي وحطينا اتش كمان، فبقت ماسكة في 2 اتش و اتش و ان، دي بقت اسمها اسيمتريكال اتوم؟ لا، لو ماسك فيها حاجتين شبه بعض يبقى اسمهاش اسيمتريكال اتوم، لازم يكون ماسكة في 4 حاجات مختلفين، في الحالة دي بس هيبقى اسمها اسيمتريكال اتوم. تمام، فاحنا عندنا الايزومر لازم يكون فيه على الأقل كربونة asymmetrical. فال asymmetrical atom هي carbon bound to 4 different atoms or group، هي كربونة ماسك فيها 4 حاجات مختلفة، والايزومر لازم يكون فيها واحدة asymmetrical atom على الأقل. يبقى في السلايد دي اتكلمنا عن خصائص الكربوهيدرات، قلنا أول حاجة إن المونوساكرايد بيكون ليها 3 خصائص، إن هي colorless وكريستالين وسويت، بيكون ملهاش لون وكريستالات ومسكرة، وقلنا نفتكرها بالسكر اللي في البيت، بيكون فعلا لونه شفاف كده وشبه الكريستالات ومسكر. وبعد كده هنتكلم عن الايزومر، وده اللي هناخد انواعه بعد كده. ان الايزومر يعني متشابهات او النظائر، هي مجموعات عندها the same chemical formula، يعني عندها نفس المجموعات بالظبط بنفس الاعداد، بس الاختلاف بيكون في الديستريبيوشن بتاعت الاتومز دي، يعني هو ترتيبها وتوزيعها هو اللي بيختلف. تمام، وقلنا ان الايزومر لازم يكون فيه على الاقل واحده اسيمتريكال اتوم، يعني كربونه ماسك فيها 4 حاجات مختلفه. طيب احنا دلوقتي اتكلمنا عن الايزومرز وعرفنا ان الايزومرز بتكون مركبات لها نفس الكيميكال فورمولا، يعني عندها نفس المجموعات بالظبط بس بتختلف في التوزيع الحاجات دي او الديستريبيوشن بتاعت الاتومز، ماشي. طيب دلوقتي هناخد التايبز اوف الايزومرزم او انواع الايزومرزم، هما 4 أنواع مفيش غيرهم، هناخد كل واحد بالتفصيل وهنفهمهم، ما تقلقوش من الأسماء سهلين قوي. بصوا من أسمائهم، أول نوع اللي هو اسمه الدوز كيتوز أيزوميرزم، هنقدر نستنبط من الاسم إن هما شبه بعض في كل حاجة، بس إيه الاختلاف في الفانكشنال جروب، واحدة بتمسك فيها الديهايد جروب واحدة بتمسك فيها كيتون جروب، بس كده خلصنا أول نوع. يعتبر مثال عندنا في الألدوز كيتوز أيزوميرزم ده الفركتوز والجلوكوز، الفركتوز والجلوكوز هما الاثنين عندهم 6 كربون اتوم، ماشي، يبقى الكربون سكيلتون نفس الحاجه بالظبط، هما الاثنين عندهم 6 و6، ولو جينا عندنا الاو اتش والاتش في الاثنين هيبقوا نفس الحاجه برضو، بس الاختلاف فيهم بس ان واحده ماسك فيها الديهايد جروب واحده ماسك فيها كيتون جروب. الالديهايد جروب بتمسك في السي 1 زي ما احنا عارفين من المحاضره الاولى، والكيتون جروب بتمسك في سي 2 او الكربونه الثانيه. بس تاني نوع عندنا بقى اسمه دي ان ال فورمز، هوريكم بس مثال وبعد كده نيجي نقرا الكلام المكتوب ده. دلوقتي ده جريسل دهايد، ماشي، هنرسم جريسل دهايد في الاثنين عادي، الاثنين هيكون ماسك فيهم الديهايد جروب، مش ملناش دعوه بالكيتون جروب. دلوقتي هنا دبل بوند او اتش، هنا برضو دبل بوند او اتش، ماشي، الاثنين ماسك فيهم الديهايد جروب عادي، وهنا طبيعي بيكون في او اتش يمين او اتش يمين و اتش شمال، هنا اتش شمال و اتش تحت، وهنا بدل ما هيكون ال او اتش يمين هنرسم ال او اتش شمال و اتش يمين، وهنا عادي او اتش يمين اتش شمال و اتش تحت. فالاختلاف هنا، ماشي، هنا ان الطبيعي بتكون ال او اتش يمين بس هنا عكسناها، يعني ده الفرق، ده جريسل دهايد زي ما احنا عارفين، ماشي. طيب ده ايه؟ ده برضو جليسرال دهايد، بس ده جليسرال دهايد في ال D فورم، اما ده جليسرال دهايد في ال L فورم. ليه؟ دلوقتي احنا عندنا بنشوف ال OH ناحية اليمين ولا ناحية الشمال، ادام ناحية اليمين فبنقول عليها في ال D فورم، اختصار لكلمة دكسترو، دكسترو باللاتين يعني ناحية اليمين، فلما ال OH بتبقى ناحية اليمين بنقول عليها D فورم يعني دكسترو، لكن لما ال OH بتبقى ناحية الشمال بنقول عليها في ال L form اللي اسمها ليفو باللاتيني أو ليفت بالإنجلش، ماشي. طيب بنبص على أنهي كربونة بالظبط؟ بنبص على الكربونة اللي قبل الأخيرة،
اللي اسمها سب تيرمينال اتوم او سب تيرمينال كربون اتوم. الكربون الاخيره اللي هي انهي اللي هي الثالثه دي، فاللي قبل الاخيره اللي هي الثانيه دي. فاحنا بنبص على السب تيرمينال اتوم ونبص على الاو اتش، هل هي ناحيه اليمين ولا ناحيه الشمال؟ لو ناحيه اليمين فبيكون اسمها في الدي فورم. طيب لو الاو اتش ناحيه الشمال يبقى ايه؟ في ال فورم، اللي هي اختصار لكلمه ليفو او ليفت بالانجلش. تمام. طيب بيقول لك بقى ان الدي والال فورم دول بيكونوا ميرور ايمج تو ايتش اذر. يعني ايه؟ يعني شبه المرايه. يعني يعني مثلا لو انت جيت بصيت للمرايه هتلاقي ايدك اليمين ناحيه ايدك الشمال، نفس الحوار برضو للاتش والاو اتش. يعني لو حاطين المركب ده قدام المرايه فالاو اتش اليمين هتكون ناحيه الشمال، هما بيكونوا كان الصوره، يعني كان صوره وصوره تانية بالنسبه لها في المرايه، فعشان كده بنقول عليهم ميرور ايمج تو ايتش اذر. ماشي. والمركبات الطبيعية، يعني ده برضو حاجة مهمة، إن كل المركبات اللي ربنا خلقها موجودة في الدي فورم، والدي فورم ده أصلا الإنزيمز في جسمنا بتقدر تهضمها بشكل أسرع أو أحسن. يعني الإنزيمز برضو مخلوقة إن هي بالنسبة لها للحاجات الدي فورم تقدر تكسرها بشكل أسهل. تمام. تعالوا بقى نقرأ الكلام ده. تاني نوع من الأيزومرازم اللي هو الدي إن إل فورم. ماشي. الدي والإل فورم ميرور إيمج أوف إيتش أذر، يعني دي بتكون مراية لدي، بيكونوا عكس بعض. تمام. طيب ال D وال L form ال direction of ال H وال O H around the carbon atom adjacent to the terminal primary alcohol carbon، يعني adjacent to the terminal carbon. terminal carbon اللي هي الكربون الأخيرة، هي ال adjacent اللي هي جنبها، أو اسمها برضو sub terminal carbon. يعني احنا بنيجي نبص على الكربونة اللي هي القبل الأخيرة اللي اسمها sub terminal، تيرمينال يعني الأخيرة، فاحنا بنبص على الكربون اللي هي السب تيرمينال اللي هي قبل الأخيرة، أو adjacent to the terminal carbon اللي هي جنب الأخيرة اللي هي قبل الأخيرة. يعني مثلا اللي هي كربون خمسة في الجلوكوز، الجلوكوز كام كربون؟ ست كربونات. ماشي. هي دي الكربون الأخيرة، فالسب تيرمينال اللي هي أنهي؟ هي دي اللي هي الخمسة، دي السب تيرمينال. ال OH هنا ناحية الشمال فدي بتكون إيه؟ في ال L form. طيب لو ال OH ناحية اليمين في الكربون اللي قبل الأخيرة اللي هي الخمسة بتكون في الدي فورم. تمام. فاحنا بنحدد هي في الدي فورم ولا في ال فورم بالسب تيرمينال كربون اتوم دي، بنشوف ال او اتش. تمام. طيب بيقول لك هنا ان معظم المونوساكرايد في الماموس بتكون في الدي فورمز، ان يعني معظم المونوساكرايد ان هي ربنا خلقها في ناحيه اليمين، والانزيمز اللي في جسمنا برضو يعني اللي بتبقى مسؤوله ان هي تكسر الدي فورم احسن من ال L form. تالت نوع بقى من الايزومرز عندنا اللي هم الانومرز، برضو جاية من الاسم انومرز، ليها علاقة بالانوميريك كاربون، يعني الاختلاف او الديستريبيوشن بتاع الاتومز حوالين الانوميريك كاربون. انا مش عارفة انا قلتها لكم ولا لأ ايه الانوميريك كاربون، بس الانوميريك كاربون اللي هي الكربونة اللي هي بيمسك فيها الفانكشنال جروب، اللي هي بتكون في عند الالدوزس سي 1 اللي بيمسك فيها الالديهايد جروب، عند الكيتوزس اللي هي سي 2 اللي بيمسك فيها الكيتون جروب. الجلوكوز ده الدوزس صح، فبيمسك فيه الالديهايد جروب في سي 1، فالسي 1 هنا هتبقى الانوميريك كاربون اللي هي بيختلف حواليها الديستريبيوشن. اما في الكيتوزس زي الفركتوز ده ايه؟ كيتوزس، فالسي 2 هي الانوميريك كاربون. ساعتها هنا الديستريبيوشن بتاع الاتومز بيختلف عند سي 2. فمن الاسم كده الانومرز الايزومرز اللي هي نوعها انومرز اللي هي بيكون اختلاف الديستريبيوشن بتاع الاتومز حوالين الانوميريك كاربون. الانوميريك كاربون هي بتكون سي 1 في الالدوز زي الجلوكوز، او سي 2 زي الفركتوز. برضو هوريكم مثال. الانومرز عندنا لازم يكون في رينج فورم. الرينج فورم مش عليكم ولا اي ستراكشر من اللي انا كنت برسمهم دول عليكم، انا بس يعني برسم علشان تفهموا. تمام. فيعني ما تشغلوش بالكم كل الحاجات دي، انتوا مطالبين بس بالكلام المكتوب في الكتاب. ماشي. طيب دلوقتي احنا عندنا ده رينج فورم سداسي. يعني ايه الرينج فورم السداسي؟ اللي هو بيكون اللوزس، لو خماسي بيكون كيتوزس. برضو ده كلام مش مهم خالص مش عليكم، بس دلوقتي انا عايزاكم تعرفوا بس حاجة، لو ال OH كانت تحت فده بيكون اسمه الفا فورم، in the الفا فورم. ماشي. لكن لو ال OH كانت فوق فده بيكون في البيتا فورم. ده بس اللي انا عايزاكم تعرفوه.
يعني وكمان الكلام ده مش موجود في الكتاب، انتوا بس تعرفوا ان ده ان في الانومرز ان هو بيكون الديستريبيوشن مختلف حوالين الانوميريك كاربون اللي هي C1 في الالدوزس وC2 في في الكيتوزس او الفركتوز. عندكم نوعين اللي هي الالفا والبيتا، الالفا لما بتكون الاو اتش تحت والبيتا لما بتكون الاو اتش فوق. بس هنا برضو لما بتكون الاو اتش فوق بتكون بيتا، لما بتكون الاو اتش تحت بتكون الفا. هي بتكون في الرينج فورم وكل حاجه، بس ده مش عليكم انتوا، بس ايه هتعرفوا ان الايزومرز بتوع الانومرز ان هي بتكون انومرز من اسمها، يكون الديستريبيوشن مختلف حوالين الانوميريك كورب اللي هي C1 في الالدوزس وC2 في الكيتوزس. لما بتكون الاو اتش فوق بتكون اسمها بيتا، لما بتكون تحت بيكون الاو اتش تحت بتكون اسمها الفا. بس رابع واخر نوع عندنا من الايزومرز اللي هما الايبيمرز. الايبيمرز هما اتنين ايزومرز بيكونوا شبه بعض تبيكل في كل حاجه ما عدا في كربونه واحده بس، لازم كربونه واحده بس، الديستريبيوشن حواليها بيكون مختلف. ولو كربونتين يبقى مش ايبيمرز. الايبيمرز هما شبه بعض في كل حاجه ما عدا كربونه واحده بس هي اللي بتختلف. هنفهم دلوقتي بالمثال. دلوقتي احنا عندنا الجلوكوز اهو، هنيجي نرسم الجلوكوز متكون من ايه؟ من 6 كربونات، 1 2 3 4 5 6، والكربون الاولانيه بيكون فيها ماسك فيها الديهايد جروب، وبعد كده هنعمل او اتش على اليمين او اتش على الشمال. ما عدا لما نيجي نرسم الجلوكوز في الطبيعي بيكون عندنا الاو اتش ناحيه الشمال، بنقول عليها كده التالته شمال، ماشي التالته شمال، واو اتش ناحيه اليمين، ده العادي بتاع الجلوكوز، ماشي. فاحنا عندنا الجلوكوز بيكون 6 كربونات، ال OH كلها ناحية اليمين وال H ناحية الشمال، ما عدا الكربونة التالتة بتكون ال OH ناحية الشمال، بنقول عليها التالتة شمال، ماشي. طيب لما نيجي نرسم المنوز، المنوز برضو عندنا عادي الديهايد جروب في الكربون الأولانية وبقية الكربونات، بنعمل ال OH ناحية اليمين وال H ناحية الشمال، والكربونة التالتة برضو بنعمل ال OH ناحية الشمال وإيش ناحية اليمين، والكربونة التانية كمان بتكون او اتش ناحية الشمال وإيش ناحية اليمين. فبكده كده لو جينا بصينا على الجلوكوز والمنوز هنلاقي ان الكربونة التالتة شبه بعض وبقية الكربونات شبه بعض. طيب الاختلاف بينهم هنا فين؟ في الكربونة التانية. بصوا لو جيتوا بصيتوا على الكربونة التانية هنا بين الجلوكوز والمنوز هتلاقوا هو ده الاختلاف ما بين الجلوكوز والمنوز، في كربونة واحدة بس اللي هي الكربونة التانية. هنا ال OH ناحية اليمين، أما هنا ال OH ناحية الشمال. الكربونة التالتة شبه بعض، الكربونة الرابعة شبه بعض، كله شبه بعض، الاختلاف حوالين كربونة واحدة، تمام. طيب لو جينا بصينا على الجلاكتوز، لو جينا بصينا على الجلاكتوز هنلاقي إن برضه في الكربونة الأولانية في الديهايد جروب والباقي في OH ناحية الشمال، ناحية اليمين سوري، ما عدا الكربونة والرابعة هتكون ال OH ناحية الشمال مش اليمين. المنوس لو عايزين تحفظوها يعني يبقى سهلة الحفظ، المنوس فيها 2N، فعلشان كده الكربونة التانية هي ال OH اللي معكوسة فيها اللي هي ناحية الشمال. أما الجلاكتوز بتكون الرابعة، التالتة ثابتة في كله، التالتة مقلوبة في كله، في الجلوكوز والجلاكتوز والمنوس. المنوس التالتة والتانية، التانية والتالتة علشان فيها 2N، التانية والتالتة. أما الجلوكوز التالتة بس، الجلاكتوز التالتة والرابعة، تمام. طيب دلوقتي الجلاكتوز احنا قلنا ان التالتة والرابعة بيكون ال OH هي اللي معكوسة فيهم، فلو جينا بصينا على الجلوكوز والجلاكتوز هنلاقي ايه؟ هنلاقي ان التالتة برضو شبه بعض فيها، يعني هتلاقوا ان التالتة في الجلوكوز والجلاكتوز شبه بعض بس مختلفين في انهي كربونة؟ في الكربونة الرابعة. هتلاقوا الكربونة الرابعة هنا وهنا، ده الاختلاف. لكن الكربونة التالتة برضو شبه الجلوكوز، الكربونة الرابعة هي اللي فيها اختلاف، وهم هنا مختلفين في كربونة واحدة. فايه فالجلوكوز والجلاكتوز اسمهم C4 epimers، يعني هم مختلفين في الكربونة الرابعة. اما المنوز والجلوكوز اسمها C2 epimers، تمام. طيب لو جينا مسحنا لو جينا مسحنا كده الجلوكوز مش مهم، لو جينا بصينا على المنوز والجلاكتوز هل هم ايبيمرز لبعض ولا لا؟ احنا قلنا شرط الايبيمر ان هو يكون ايه، كربونه واحده بس اللي مختلفه.
هل بين المنوز والجلاكتوز كربونة واحدة بس اللي مختلفة ولا أكتر من كربونة؟ لو جينا بصينا على أول حاجة ال C2 هتلاقيها مختلفة صح؟ دي اللي هنا ال OH ناحية الشمال، أم هنا ال OH ناحية اليمين. التالتة شبه بعض، الرابعة مختلفين برضو. فهل كده هما epimers ولا لأ؟ لأ مش epimers، لأن شرط في ال epimers إن هما يكون الكربونة واحدة بس هي اللي إيه ال distribution حواليها مختلف. طيب زي ما قلنا ان الابيمرز، الابيمرز هي ايزومرز بيكونوا شبه بعض بالظبط بس بيختلفوا في الديستريبيوشن بتاع الاتش والاو اتش حوالين اونلي وان كربون. شرط مهم قوي ان هي اونلي وان كربون، وان سنجل كربون. لو اكتر من كربون يبقى ما اسمهاش ابيمرز. وفي نفس الوقت الكربونه دي ما ينفعش تبقى التوب تيرمينال كربون او الكربونه اللي قبل الاخيره، في الحاله دي هيبقى من دي والال فورم. وبرضه ما تنفعش تبقى الكربونه اللي هي الانوميريك كربون او الكربونه الاولانيه في الالدوزس او الثانيه في الكيتوزس، ساعتها هيبقى اسمها انومر. فلازم شرط تبقى هي كربونه واحده بس، وما تبقاش الكربونه اللي هي الانوميريك ولا تبقى الكربونه اللي قبل الاخيره. بصوا احنا قلنا ان كل الجلوكوز لما بنيجي نرسمه بتبقى الاو اتش في الكربونه الثالثه بتكون شمال، المنوز والجلاكتوز برضو الثالثه شمال في كله، المنوز فيها 2 ان فتبقى الثالثه شمال والثانيه شمال، الثانيه والثالثه شمال، والجلاكتوز الثالثه والرابعه، الجلوكوز الثالثه بس. فقلنا الجلوكوز والمنوز دول ابيمرز عند C2 ابيمرز، يعني ال C2 هي اللي بتكون هي المختلفه، الجلوكوز والمنوز C2 ابيمرز، والجلوكوز والجالاكتوز بيكونوا ايه؟ C4 epimers. بس هل المنوز والجالاكتوز epimers؟ لا، الجلوكوز هو اللي epimer مع المنوز في C2 والجلوكوز مع الجالاكتوز في C4. تمام، مراجعة كده على أنواع الأيزومرز اللي احنا خدناهم. خدنا أربع أنواع، أول حاجة الألدوزس أند كيتوزس اللي هما مثال عليهم خدنا الجلوكوز والفركتوز، قلنا هما الاتنين عندهم نفس عدد الكربون ونفس ترتيب الهيدروجين والاو اتش جروب، بس الفرق عندنا في ان واحده بيمسك فيها الديهايد جروب واحده بيمسك فيها كيتون جروب. زي الجلوكوز هو الدوزس ماسك فيه الديهايد جروب في C1، والفركتوز اللي هو كيتوزس بيمسك فيه كيتون جروب في C2. تاني عندنا نوع اللي هو الدي والال فورم، قلنا ان الدي والال فورم هما ميرور ايمج تو ايتش اذر، كان المولكيول بصص في المرايه بيكونوا عكس بعض. بنبص على السب تيرمينال كربون اتوم اللي هي الكربونه اللي قبل الاخيره، بنبص على ال OH ناحية اليمين ولا ناحية الشمال. لو ال OH ناحية اليمين فبنقول عليها في ال D form، يعني in dextro form، dextro باللاتيني، فبنقول عليها في ال D form. طيب لو لقينا لل OH اللي في sub terminal carbon ناحية الشمال يبقى اسمها في ال L form، يعني اختصار لكلمة ليفو باللاتيني أو left بالإنجلش. وقلنا ان معظم الماملز او معظم المونوساكرايدز اللي ربنا خلقها بتكون في ال D form ناحية اليمين، ماشي. وحتى الانزيمز اللي في جسمنا بتكون مهيئه ان هي تكسر المونوساكرايدز اللي هي اللي في الدي فورم اكتر من الال فورم. فالاكل الطبيعي في الدي فورم الجسم بيكون مهيئ ان هو يكسره اكتر، فعشان كده بيكون بالنسبه لنا الاكل الطبيعي اللي ربنا خلقه بيكون صحي اكتر من الفاست فود، لان هو بيكون في الدي فورم اصلا. تمام، طيب بعد كده تالت نوع اللي هم الانومرز اللي هم بنكون توزيع ال OH حوالين الانوميريك كربون اللي هي الكربونة C1 في ال C1 في الالدوزس و C2 في الكيتوزس، بيكون بس بتكون في الرينج فورم. بنبص على ال OH، لو ال OH بتكون تحت فبتكون الفا، لو بتكون فوق بتكون بيتا. بس مش عليكم اي حاجة من الحاجات دي، بس تعرفوا ان هو بتكون حوالين الانوميريك كربون اللي هي الانومرز. بنبص على الانوميريك كربون، ال OH بتكون تحت فبتكون في الألفا أو فوق بتكون بيتا. بس الأبيمرز إن احنا قلنا بنبص على كربونة واحدة، بيكون اللي هما تو أيزومرز شبه بعض بس بيكون الاختلاف حوالين كربونة واحدة. الكربونة لازم كربونة واحدة، لو أكتر من كربونة يبقى مسمومش أبيمرز. لازم برضو الكربونة دي ما تكونش هي أنوميريك كربون وما تكونش سبتر من الكربون. قلنا عندنا الجلوكوز والجالاكتوز C4 epimers، والجلوكوز والمنوز C2 epimers. طيب آخر عنوان معانا اللي هو المونوساكرايد ديريفاتيف.
دي اخر عنوان عندنا في المونوساكرايدز. احنا خدنا المونوساكرايدز وعرفنا ايه هي وعرفنا الكلاسيفيكيشن بتاعتها، قسمناها من عيله الالدوزس والالكيتوزس، وعرفنا الايزومرز بتاعت المونوساكرايد. اخر عنوان معانا بقى اللي هو المونوساكرايد ديريفاتيف، يعني مشتقات المونوساكرايد. نقدر برضو نشيل كلمه مونوساكرايد ونحط شوجر، لان المونوساكرايد ده سكر، فمشتقات السكر. يعني ايه كلمه مشتقات او مشتقات السكر؟ دلوقتي احنا كان عندنا سكر مونوساكرايد، ماشي؟ السكر ده عملنا عليه تعديلات، حطينا له اكسجينيه، شلنا هيدروجينيه، عملنا عليه تعديلات بقى ايا كان، ضفنا له اي جروب، عملنا تعديلات عليه، فساعتها مش نقدر نقول عليه سكر، فهنقول عليه احنا عملنا تعديل بسيط، فساعتها هنقول عليه مشتق من السكر، وعلى حسب التعديل ده هنطلق الاسم بقى بتاع المونوسكرايد ديريفيت. يعني مثلا دلوقتي احنا كان عندنا سكر، شلنا منه اكسجين، فبقى ساعتها هيبقى اسمه دي اوكسي شوجر. دي اوكسي شوجر ده نوع مشتق من السكر، سكر بس هو مش سكر، هو سكر متشال منه اكسجين، فساعتها بنقول عليه دي اوكسي شوجر. دي يعني ديليت، اوكسي يعني اكسجين، فدي اوكسي يعني شلنا اكسجين من السكر، هو سكر متشال منه اكسجين، ساعتها هيبقى اسمه دي اوكسي شوجر. ممكن نحط عليه امينو جروب، فساعتها هيبقى اسمه امينو شوجر. ممكن نحط عليه اسيد او حمض، فساعتها هيبقى اسمه شوجر اسيد. تمام، هناخد بقى كل واحد بالتفصيل وهنفهم دلوقتي. اول حاجه بقى عندنا اللي هو الشوجر اسيد، اللي هو جبنا سكر، جبنا مونو ساكرايد واضفنا ليه اسيد. طيب اضفنا ليه حمض ازاي او اسيد ازاي؟ عن طريق ان احنا جبنا السكر ده وحطينا فيه سي او او اتش جروب او كربوكسيل جروب، فساعتها هيبقى شوجر اسيد، او كده اضفنا اسيد الى السكر ده. طيب ازاي هنضيف السي او اتش او مجموعه الكربوكسيل دي؟ عن طريق الاكسديشن، هنحط اكسجينيه. طيب ازاي؟ مش فاهمين، هوضح لكم بالمثال. دلوقتي احنا عندنا ده مونوساكرايد سكر عادي جدا، اول كربونه ماسك فيها الديهايد جروب سي دبل بوند او اتش، والكربونه الاخيره ماسك فيها سي او اتش و اتش و اتش، فبقت سي اتش 2 او اتش. وفي بقى هنا الكربونات اللي في النص اللي فيها او اتش و اتش عادي، فده ايه؟ مونوساكرايد عادي جدا سكر. السكر ده عايزين نخليه شوجر اسيد. طب هنخليه شوجر اسيد ازاي؟ ان احنا هنحط مجموعه كربوكسيل او سي او او اتش. ازاي؟ عن طريق الاكسديشن، هنضيف اكسجين، فاحنا هناخد الالديهايد جروب دي هنحط لها اكسجين، هنعمل لها اكسديشن. اكسديشن او اكسده يعني بنحط اكسجين او بنشيل هيدروجين، بتاخدها في ثانوي. فاحنا حطينا مجموعه اكسجين في الالديهايد جروب دي، فساعتها لو بصيتوا كده هتلاقيها سي او او اتش، فاحنا كده دي مجموعه كربوكسيل. تمام، فساعتها ده مش هيبقى اسمه سكر، ده هيبقى اسمه شوجر اسيد. شوجر اسيد من عيله ايه بقى؟ الدونيك اسيد، لان احنا عدلنا على مجموعه الالديهايد، فهيبقى اسمه ساعتها الدونيك اسيد. الدونيك اسيد دي عيله من الشوجر اسيد. طيب خلينا نشوف مثال تاني. لو نفس السكر اهو، عملنا اوكسيديشن، بس بدل ما نعمل اوكسيديشن او حطينا اكسجين في مجموعه الالديهايد، لا مش هنعملها هنا، هنعملها في الكربونه الاخيره دي. الكربونه دي اسمها ايه؟ البرايمري كربون. فهنحط هنا ايه؟ هنا بيكون عندنا او اتش عادي، وبيكون عندنا هنا هيدروجين وهيدروجين، صح؟ احنا بقى هنشيلهم، مش احنا قلنا من الاكسديشن ان احنا بنشيل هيدروجين او بنحط اكسجين، فاحنا هنشيل الهيدروجين، ده برضو اسمه اكسديشن او اكسده. هنقوم حاطين ايه؟ اكسجين بدبل بوند كده، فساعتها برضو هيبقى عندنا سي او او اتش، فدي ايه؟ مجموعه كربوكسيل اهي، فده برضو هيبقى ايه؟ شوجر اسيد. بس احنا هنا عملنا الكربوكسيل جروب في الايه؟ في البرايمري كربون او الكربونه دي، فساعتها هيبقى اسمه شوجر اسيد من عيله اليورونيك اسيد. لو عملنا اوكسيديشن في الكربونه بتاعت الالديهايد هيبقى اسمها الدونيك اسيد، شوجر اسيد مع عائله الدونيك اسيد. لو عملنا في البرايمري كربون او الكربونه دي هيبقى اسمها يورونيك اسيد. طيب لو حد جامد بقى وقع عمل الاوكسيديشن في الاثنين، هي اول واحده وتاني واحده دي الاخيره، سوري، اللي هي البرايمري كده، هيبقى اسمه ساكاريك اسيد. يبقى دلوقتي احنا عرفنا ان المونوساكرايد لو حطينا عليه اسيد اللي هو كربوكسيل جروب بالاكسديشن هيبقى اسمه شوجر اسيد. الشوجر اسيد دي في منها ثلاث عائلات، ممكن لو عملنا اوكسديشن للكربون بتاعت الالديهايد جروب هيبقى اسمه الدونيك اسيد، لو عملنا اوكسديشن للبرايمري كربون اللي هي الكربونه الاخيره هيبقى اسمها يورونيك اسيد، لو عملنا اوكسديشن بقى للاثنين للكربونه بتاعت الالديهايد جروب والبرايمري كربون هيبقى اسمه ساكاريك اسيد. تمام، يبقى احنا عندنا ثلاث عائلات في الشوجر اسيد، الدونيك اسيد، يورونيك اسيد، وساكاريك اسيد. طيب دلوقتي لو جبنا جلوكوز، الجلوكوز اللي هو بيتكون من ست كربونات، هنعتبر ان دول ست كربونات، وعملنا اوكسيديشن لاول كربونه بتاعت الالديهايد جروب دي، فساعتها هيبقى اسمه، هناخد اول حته من اسمه جلوكو جلوكونيك اسيد، اللي هو جلوكوز من عائله الالدونيك اسيد، ساعتها اسمه جلوكونيك اسيد. الجلوكونيك اسيد ده جبنا جلوكوز وعملنا اوكسيديشن للكربونه بتاعت الالديهايد جروب. طيب لو جبنا جلوكوز وعملنا اوكسيديشن
البرايمري كربون هيبقى اسمه ايه؟ جلوكويورونيك اسيد، جلوكوز من عائله اليورونيك اسيد، جلوكويورونيك اسيد تمام. لو بقى جبنا الجلوكوز وعملنا اوكسيديشن للكربونتين اللي هي الكربونه بتاعه الالديهايد جروب والبرايمري كربون، هيبقى اسمه ساكاريك اسيد تمام. يبقى دلوقتي احنا جبنا سكر وعملنا اوكسيديشن علشان نعمل كربوكسيل جروب. لو عملنا المثال عندنا اللي هو الجلوكوز، انتوا مش هتتسالوا في اي حاجه من الكلام ده ولا الاستراكشرز دي عليكم اصلا اسمها، انتوا بس عليكم الكلام النظري ده اللي موجود في الكتاب. فانتوا بس انا بحاول افهمكم، احنا لو جبنا جلوكوز وعملنا اوكسيديشن لمجموعه الالديهايد للكربون بتاعه الالديهايد هيبقى اسمه جلوكونيك اسيد. لو عملنا، لان هو من عائله الالدونيك، لو عملنا اوكسيديشن للبرايمري كربون اللي هي الاخيره هيبقى اسمه ايه؟ جلوكويورونيك اسيد من عائله اليورونيك. طب لو عملنا الاثنين هيبقى اسمه ساكاريك اسيد. عندكم برضو حاجه اسمها ايديورونيك اسيد، ده برضو تعرفوه، ده برضو نوع من الشوجر اسيد مهم في تصنيع حاجه اسمها الجلايكوزامينو جلايكنز او اسمها الجاجز. ده هتاخدوه في المحاضره، البورت الثالث من المحاضره يعني، هو اصلا نازل فبنعتذر على التاخير. المهم هتفهموها برضو في المحاضره، في البورت الجاي من المحاضره. بس دلوقتي انتوا عليكم تعرفوا الكلام ده اللي هو ان الجلوكوز لو عملنا اوكسيديشن للكربونه بتاعه الالديهايد اسمه جلوكونيك، للبرايمري كربون اللي هي الكربونه الاخيره جلوكويورونيك اسيد، لو الاثنين يبقى ساكاريك اسيد. والايديورونيك اسيد ده برضو نوع من الشوجر اسيد مهمه في تصنيع حاجه اسمها الجاكس. تاني نوع عندنا بقى اللي هو الدي اوكسي شوجر، اللي هو سكر شلنا منه اكسجينه، واللي هو اكتر حاجه مشهوره فيه اللي هو الدي اوكسي ريبوز اللي هو بتاع الدي ان ايه، ده سكر شلنا منه اكسجين. بصوا يعني لو جينا دلوقتي بصينا ده ايه، ده مونوساكرايت ريبوز اللي هو السكر الخماسي، فيه 5 كربون، اول كربونه فيها الالديهايد جروب اللي هي سي دبل بوند او اتش، الكربونه الاخيره عادي ده ريبوز عادي جدا. الريبوز ده هنقوم الاو اتش دي، الاو اتش دي هنقوم شايلينها وهنقوم حاطين بدلها اتش، فاحنا كده شلنا او اتش وحطينا اتش، فبكده الاجمالي ان احنا ايه، شلنا او صح، فاحنا كده شلنا اكسجينه، شلنا اكسجينه في انهي كربونه، الكربونه الثانيه، فبقى اسمه بدل ما كان اسمه ريبوس بقى اسمه 2 دي اوكسي ريبوس، يعني شلنا الاكسجينه اللي في الكربونه الثانيه. برضو هنعمل نفس الحاجه مع الجلاكتوز والفركتوز، هنرسم الجلاكتوز بست الكربونات بتاعتهم وايه، ونيجي عند الكربونه السادسه هنقوم شايلين برضو الاو اتش، يعني هنجي عند الكربونه السادسه ونقوم شايلين الاو اتش وحاطين بدلها اتش، فساعتها هيبقى اسمه ايه، 6 دي اوكسي جالاكتوز او 6 دي اوكسي فركتوز. الدي اوكسي جالاكتوز والفركتوز ده بيخشوا في الجلايكوبروتين تمام. يبقى تاني حاجه عندنا اللي هي سهله قوي، الدي اوكسي شوجر، سكر شلنا منه ايه، شلنا منه اكسجين. ازاي؟ احنا عندنا في جسمنا مفيش انزيم بيشيل الاكسجين، فهو بدل ما يشيل الاكسجين بيقوم شايل الاو اتش وحاطط اتش، فاحنا كده كاننا شلنا اكسجين بالظبط. هو one of the hydroxyl group replaced by hydrogen، يبقى احنا كده شلنا ايه، اكسجينيه تمام. عندنا مثالين، اول حاجه اللي هو الريبوز بنشيل منه اكسجين في الكربونه الثانيه بقى اسمه 2 دي اوكسي ريبوز، الدي اوكسي ريبوز ده بنستخدمه في صناعه الدي ان ايه. الجالاكتوز لو شلنا منه الاكسجين اللي في الكربونه السادسه او الفركتوز هيبقى اسمه ايه، 6 دي اوكسي جالاكتوز او 6 دي اوكسي فركتوز. والولول بنستخدمهم في الجلايكوبروتين، خشوا في صناعه الجلايكوبروتين. اخر نوع عندنا بقى اللي هو الامينو شوجر او الهكسوزامين. الامينو شوجر دي احنا جبنا سكر وحطينا عليه مجموعه امينو او ان اتش 2، فبقت امينو شوجر، سكر مصاحب ليه مجموعه امينو اللي هي ان اتش 2 او اسمه هكسوزامين. يعني لما نيجي نقول جلوكوزامين جلاكتوزامين على حسب اسم الايه، الشوجر نفسه. يبقى الامينو شوجر دي عرفنا ان هي سكر بلس مجموعه امينو. الامينو شوجر دي بتخش في الجلايكوبروتين والجانجليوسايتس والجلايكوزامين. الجلايكوبروتين دي اللي احنا عارفينها اللي هي كربوهيدرات مع بروتين، الجانجليوسايتس دي اللي هي جلايكوليبيدز اللي هي كربوهيدرات مع ليبيدز، مش عايزاكم تعرفوا عنها اكتر من كده. الجلايكوزامينو جلايكانز دي اللي هي الجاكس، هتعرفوها في المحاضره الجايه ان شاء الله. احنا هنا عايزين بس نعرف ان الامينو شوجر اللي هي اللي هو السكريات مع مجموعة أمينو بتخش في الجلايكوبروتينز والجاجليوسايدز والجاكس ماشي. ومثال عليها عندنا الجلوكوزامين اللي هو جلوكوز حاطين عليه مجموعة أمين، والجلاكتوزامين جلاكتوز حاطين عليه مجموعة أمين، ومنوزامين منوز حاطين عليه مجموعة أمين تمام. الجلوكوزامين ده بيخش في الهيلورونيك أسيد، الهيلورونيك أسيد ده برضه هناخده في المحاضرة الجاية، هو المفروض هي نزلت يعني اللي هي ايه، ده بولي ساكرايد ماشي. يبقى الجلوكوزامين بيخش فيه هو كونستيتمنت اوف الهيالورونيك اسيد، اما الجلاكتوزامين بيخش فيه الكوندروتين، المانوزامين بيخش فيه الجلايكوبروتين.
ازاي نحفظها؟ الجلوكوزامين بيخش في الهيالورونيك اسيد، الجلاكتوزامين الجلاكتوز فيه سي والكوندروتين فيه سي، فتحفظها جلاكتوزامين وكوندروتين الاثنين فيهم سي. والمانوزامين احنا اصلا خدنا قبل كده ان المانوز برضو بيخش في الجلايكوبروتين، فالمانوزامين برضو بيخش في الجلايكوبروتين. المانوزامين برضو لو هو والبايروفيك اسيد عملنا لهم كوندنسيشن او يعني جمعناهم مع بعض هيدونا حاجه اسمها نانا، ان اسيتايل نيورومينيك اسيد، اللي هو لو خدنا اول حرف من كل حاجه هيعمل لنا كلمه نانا. فهو لو جبنا المانوزامين مع البايروفيك اسيد هيعمل لنا النانا. النانا ده نوع من الساليسيك اسيد، الساليسيك اسيد ده برضو سكر. المهم ان احنا عايزين نعرفه هنا ان المانوزامين مع البايروفيك اسيد بيدينا نانا. النانا دي ساليسيك اسيد، نوع من الساليسيك اسيد. الساليسيك اسيد دي بتخش في الجلايكوبروتين والايه والجانجليوسايدز، برضو اللي هي الجلايكوبروتين والجانجليوسايدز هي دي برضو ايه اللي هي كربوهيدرات مع ليبيدز. تمام، يبقى هنا الأمثلة الجلوكوزامين بيخش في الهيالورونيك أسيد، والجلاكتوزامين بيخش في الكوندروتين، والمانوزامين بيخش في الجلايكوبروتينز ميني جلايكوبروتينز، والمانوزامين مع البايروفيك أسيد بيعملوا لنا مع بعض نانا. النانا دي نوع من الساليسيك أسيد، والساليسيك أسيد دي بتخش برضو في الجلايكوبروتين والجانجليوسايدز. يبقى مراجعة كده على اللي احنا خدناه في المونوساكرايد ديريفاتيف. احنا قلنا عندنا 3 أنواع، أول حاجة اللي هو الدي أوكسي شوجر، إن احنا السكر بنشيل منه أكسجين. أول يعني أكتر مثال مشهور عندنا اللي هو الدي أوكسي ريبوز، إن احنا جبنا الريبوز وشلنا منه الأكسجينية اللي في كربونة رقم 2، فبقى 2 دي أوكسي ريبوز أو 6 دي أوكسي جالاكتوز أو 6 دي أوكسي فركتوز. طيب الأمينو شوجر إن احنا أو الهكسوزامين، ان احنا بناخد السكر نحط عليه امينو جروب اللي هي ال NH2. لو حطينا على الجلوكوز امينو جروب اسمها جلوكوزامين، وجلوكوزامين ده قلنا بيخش فيه الهيالورونيك اسيد. احفظوا ان جلوكوزامين يعني الجلوكوز ده اكتر واحد مهم بيخش في الهيالورونيك اسيد اللي هو بتاع البشره ده. بعد كده جلاكتوزامين ده بيخش فيه الكوندروسين، ده في سي وده في تي. المانوزامين بيخش في الجلايكوبروتين زي كان المانوز برده كان بيخش في الجلايكوبروتين. النانا ده المانوزامين مع البايروفيك اسيد هما الاثنين بيعملوا لنا النانا، والنانا ده نوع من الساليسيك اسيد. تمام، وهما كل دول بقى كومبوننت اوف الجلايكوبروتين والجانجليوسايز والجاجز اللي هي الجلايكوزامين وجلايكانز. اخر نوع عندنا بقى المونوساكرايد ديريفاتيف اللي هو الشوجر اسيد، ان احنا بناخد السكر ونعمل له اوكسيديشن علشان يبقى فيه مجموعه كربوكسيل فيبقى شوجر اسيد. عندنا خدنا منه 4 امثله كلهم للجلوكوز، يعني لو احنا عملنا اوكسيديشن للكربونه اللي هي الاولانيه بتاعه الالديهايد جروب فهيبقى اسمه جلوكونيك اسيد. لو عملنا خدنا الجلوكوز وعملنا اوكسيديشن للبرايمري كاربون اللي هي اخر واحده هيبقى اسمه جلوكويرونيك اسيد. لو عملنا للاثنين هيبقى اسمه ساكريك اسيد. وعندنا حاجه اخيره برضو شوجر اسيد اسمه ايدرونيك اسيد، الايدرونيك اسيد ده برضو بيخش في الجاكس. بس كده يا جماعة أنا خلصت، وبعتذر تاني على التأخير بتاع المحاضرة، وبأكد عليكم تاني إن أي حاجة أنا كنت برسمها أو أي حاجة زيادة فهي مش عليكم، أنتوا بس مطالبين بالكلام اللي في الكتاب زي ما دكتور عصام قال لكم، أنتوا بس مطالبين في الكلام النظري اللي في الكتاب، والأسئلة بتبقى جاية نظري بس. وإن شاء الله تكونوا استفدتوا من المحاضرة، وفي تحت بيبقى في فورم للفيدباك، احنا بنستنى الفيدباكس بتاعتكم يعني، ولو حد مش فاهم أي حاجة يقدر يبعت لنا برضو. بس وشكرا ليكم.